نشرة الأخبار من تلفزيون حضرموت، أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيات تهاني من قادة الدول الشقيقة. اللواء الركن البحثاني يبحث مع قادة الألوية ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية سبل تطوير الأداء. ترحيب حكومي برفع اسم القوات المسلحة من قائمة الأطراف المنتهكة للطفولة في حالات النزاع. وإلى التفاصيل مشاهدينا. تلقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العلامي برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى المبارك من إخوانه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد. كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعرب فيها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة والتمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني المزيد من التقدم والازدهار. بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العلامي برقية عزاء ومواساة إلى الأخ ناصر المعمري وإخوانه وأفراد آل المعمري كافة في وفاة المناضل الجمهورية الجسور اللواء علي نصيب عبد الله المعمري. وأعرب فخامة الرئيس في البرقية عن خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة اللواء المعمري قائد قوات المظلات الأسبق وأحد أبطال ملحمة السبعين يوما الذي خسر برحيله الوطن مناضلا كبيرا وقائدا عسكريا شجاعا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية، مشيدا في البرقية بمناقب الفقيد ودوره الوطني البارز في مجال القوات المسلحة ونزاهته المشهودة طوال سنوات خدمته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بوسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اجتماعا لعدد من قادة الألوية ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية لمناقشة أوضاع الألوية وبحث سبل تطوير أدائها. وعرج نائب البحسني على حادثة الاغتيال التي تعرض لها العقيد بالخير بانصيب مساء الأحد بمنطقة فوة في مدينة المكلا وقدرة الأجهزة العسكرية والأمنية بساحل حضرموت على تعقب مرتكبي هذه الجريمة وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي ليتم تقديمه إلى المحكمة لينال جزاءه الرادع إزاء هذا الجرم الذي ارتكبه، موضحا أن هذه العملية العسكرية أشرفت عليها القيادات العسكرية والأمنية ذات الاختصاص كافة وتكللت بنجاح، شاكرا القادة والضباط والصف الضباط والجنود كافة الذين شاركوا في هذه المهمة العسكرية. وأعلن عن ترقية الملازم الثاني وليد عبد الحكيم بامساطر قائد المهمة إلى رتبة نقيب على أن يتم الرفع بالترقية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها قانونيا. وترحم اللواء البحسني على روح الشهيد العقيد بانصيب معبرا عن حزنه العميق بأن يتعرض أحد خيرة الضباط حادثة اغتيال غادر وجبان. وكرس الاجتماع لمناقشة قضايا برنامج تطوير قوات المنطقة العسكرية الثانية ووضع استراتيجية وخطة للتطوير الأمني بمحافظة حضرموت لتعزيز دور الجيش والأمن في سبل تحقيق مزيد من الاستقرار في ربوع مديريات المحافظة والاستعداد لمواجهة أي مخاطر أو مخططات تسعى لإرباك السكينة العامة التي تنعم بها المحافظة. وتم تكليف رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الألوية أو وقادة الألوية والشعب برفع مقترحات التطوير لمناقشتها واعتمادها. رحبت الحكومة اليمنية بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضارعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح والتي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021.
وجاء القرار تقديرا للجهود المبذولة من قبل الحكومة بدءا بتوقيع خطة العمل وخريطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة الموقعتين بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والتوجيهات العليا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، وعقد العديد من الأنشطة والورش ودورات التدريب والنزولات الميدانية خلال المدة المشمولة بالتقرير، وآخرها أعلان حملة التحرك لحماية الأطفال والتي دشنت في عدن في شهر مايو من العام الجاري. اطلع وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد على سير العمل وحركة النشاط الملاحي في مطار عدن الدولي خلال أيام عيد الأضحى والإجراءات المقدمة للمسافرين عبر المطار. وخلال الزيارة هنأ وزير النقل العاملين بحلول عيد الأضحى المبارك، ناقلا لهم تهاني وتحيات قيادة المجلس الرئاسي وقيادة الحكومة بهذه المناسبة الدينية، مثمنا جهودهم ووجودهم في أماكن عملهم والتزامهم بتأدية مهامهم خلال إجازة العيد. وحث وزير النقل العاملين على الالتزام والانضباط وتسهيل الإجراءات للمسافرين وتحسين الأداء بمختلف مرافق المطار، مؤكدا سرعة إنجاز المشاريع والأعمال المدرجة ضمن خطة العام الجاري وأهمها الربط الكهربائي المركزي للمطار، مشيرا إلى أن إنجاز المشاريع قيد التنفيذ حاليا ستعمل على إحداث نقلة نوعية في أداء المطار والخدمات المقدمة فيه خلال الأشهر القليلة القادمة. تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، ينظم أبناء حافتي الخليف وعيديد بمديرية تريم من كل عام في 12 من ذي الحجة المطلع السنوي العام بالحافة، والذي ينطلق باستقبال العدد المشاركة في لعبة الشبواني ومن ثم شعر المدار الذي يقام مساء تلك الليلة. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. على أنغام لعبة الشبواني اكتست حافتي الخليف وعيديد بمديرية تريم السعادة والفرح احتفاء بمطلعها العيدي السنوي الذي جاء تحت شعار لموروثنا الشعبي لون آخر في أعيادنا. المطلع الذي يصادف 11 من ذي الحجة ثاني أيام العيد يأتي ليكمل فرحة العيد في لم شمل أبناء المنطقة في أجواء تسودها المحبة والإخاء، والتي اتخذت أشكالا وألوانا مختلفة منها الاستعراضية والفنية التي تحييها الفرق التراثية الشعبية. نحن نفتخر بأن احنا نسوي مطلع في مطلع سنوي في عيد الأضحى المبارك من كل عام، ومشان نحافظ على التراث اللي خلفوه لنا أجدادنا وأبانا ونحن من بعدهم وأحفادنا إن شاء الله من بعدهم يمسكون العمل هذا. المطلع الذي انطلق عصرا باستقبال 6 حويف مشاركة من مديريتي تريم وسيئون في لعبة الشبواني المصاحبة لكل احتفالية تقام بحضرموت، لما تتميز به عن غيرها من الرقصات الشعبية بحضرموت في طريقة الأداء. سعداء نشارك أخواننا في حافة الخليف وعيديد مناسبة هذا المطلع السنوي. طبعا حافة سعيد سيهون ترتبط علاقة وطيدة بحافة الخليف وعيديد منذ القدم، وحافة سعيد سيهون كانت الوحيدة في وادي حضرموت تشارك حافة الخليف وعيديد في مناسباتها الدينية. طبعا في ظل هذه الأجواء الفرايحية العيدية التي يعني يحتفل بها الناس في هذه الأيام الجميلة مع الموروث الشعبي والتراث الحضرمي الأصيل، طبعا نهني الجميع بهذه المناسبة ونرحب بالجميع اليوم في هذا المكان في حافة الخليف وعيديد. نرحب بالجميع، وطبعا هذا طبعا من طبيعة الحضارة من يحافظون على تراثهم الحضرمي الأصيل. الشباب والكبار يعملون في صف واحد لإنجاح فعاليات مطلعهم السنوي للحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم في طريقة الاحتفال بالعيد، فما أن تحط الرحال هنا فتجد الجميع يعملون كخلية نحل واحدة في لوحة تعبر عن تكاتف أبناء المدينة. محمد باسعيدة، تلفزيون حضرموت، تريم. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهاني من قادة الدول الشقيقة. اللواء الركن البحصري يبحث مع قادة الألوية ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية سبل تطوير الأداء.
ترحيب حكومي برفع اسم القوات المسلحة من قائمة الأطراف المنتهكة للطفولة في حالات النزاع. ولمتابعة نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة موقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيوني حضرموت. نهاية النشرة، في أمان الله.